عاقد اللعبة 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 لا 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 سريع يلا حيهم يلا مرحبا يا مرحبا شوفوا لو سمحت لا خلاص لا الامور طيبه بس ترى موضوع انه شنو عم نحضر النجوم واحنا ما ادري ايش انتوا الان متسابقين الله اه بدينا فاهم يا بدينا في المدله ابشر على خشمي النغيب ما معقل انا ما معقل انا تقدر يا عبد القادم راح انا دايره يا عيال ثقيله هنا منطقه المشكله عادين المشكله انا ماني متعود يعني انا كل السنوات الماضيه ما كنت متعود استنوا استنوا ها اوه اول سفر ان شاء الله 1944 يا جماعه يا سلام 43 اول حاجه حلوين عباس صل على النبي أمورتكم طيبة يا شباب الحمد لله ترى جالس أقرأ وصل البرنامج يقول في تداخل في أصوات دائما أول حلقة لازم يكون لا. مين اللي قال مين اللي قال الجمهور ونعم أيوة عندك احترام حلوين الله طيب. رمضان يكون رمضان إذا ما كان في تداخل الأصوات يا سلام يا سلام لأن تداخل الأصوات يشعرك بشعور داخل جدا خصوصا في شهر رمضان المبارك والعبادة صوت إبراهيم النقيب على صوت عباس سعد ايوه سامي الجار الله الله احمد الشمراني ياسر العباس وتحطها في الخط المجدي عين فوق لي قبل كليل طيب الامور طيبه استاذ بس اروح اعدل النسخه خذ راحتك وانا بقول يا شباب والله قمه التحدي وقمه النجاح وقمه الطناخه انه الشخص يتحدى نفسه وهذا الشيء للامانه ما شفناه الا الان في شبكتنا الحبيبه الله يعطيهم الصحه والعافيه كل قناه تقول للثانيه انا افضل وانا احسن والله يا استاذ ابراهيم نقيب هذا خوي اللي في شقه لا لا والله يا جماعه الخير والله النظافه اسلوب حياه خطير خطير ابو قاسم حبايبي فالامور طيبه كل اللي نتمناه يعني في هذا البرنامج ان شاء الله انه يكون في تنافس جميل طبعا كل يوم حيكون عندنا فقره يتنافسوا فيها الفريقين تمام لكن الوضع بيننا ان شاء الله اخوي وحبي ولا ما في اخوي طيبة. يا زول ما في اخوي ما عندي اخوي ايوه ايش هو ايش الكلمه دي ما في اخوي ايوه في احد من الفريق الثاني يرد عليه انا اخوي الله يجزاك خير صفينا صلاه التراويح صفينا الصلاه حلو كذا ما في اخوي مره ما في الله يعني تحدي 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 كل مين يبغى الجائزه يعني صح تقريبا ايش الجائزه الجائزه بعدين ما عرفنا احنا ابو الجائزه وقت الفلوس تبان الجائزه الجائزه حتكون باذن الله شيء مفاجئ وشيء مره رهيب احنا عارفين سفر هل هو سفر ها المطار قريب لا ما ابغى سفر سفر انا ما ابغى سفينه ايش اسوي بالسفينه يا جماعه اي لا يمكن برنامج مينا بعد العيد لا لا ما اجل الموضوع ان شاء الله باذن الله في الختام اكبر حتكون باذن الله تعرف الجائزه المهم اسمع انا متحمس احنا ما نعرف الجائزه الجائزه شيء مرضي ما ابي اي شيء اي شيء انتوا ما تثقوا في القناه لا 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 احنا كون جينا رضينا نتسابق ونشارك ايش هذا اللي يهمنا حاجه واحده يهمنا حاجة واحدة اللي هي أول شيء إدخال السرور على الشباب الموجودين يا سلام ثم إدخال السرور على المشاهدين والسادة الجمهور حلو. يعني قدمت الشباب على المشاهدين لا نعم لأن الشباب على المشاهدين لا كذا هو من قال قوية هذه في مومن اشتغل غريب يا
انا اقول لك هذا اخوي اللي بشقه لا يا اخي مركز مبدع حبيبي والله يلا كمل فالامور طيبه الحمد لله التحدي يكون تحدي يعني دائما زي ما تعودنا منافسه شريفه وكل يوم باذن الله حتكون عندنا فقره تنافسيه اللي هي اللي هي الفقرات ايش اسم الفقرات في احد يعرفها لا ما نعرف النداء الاخير انا حلو النداء الاخير النداء الاخير هذه الفقره مهمه جدا ومين يشيلها ومين يشيلها مهم النقيب يشيلها لا مجد عبد الغني يشيلها مجد عبد الغني ما يشيلها مين يشيلها الجمهور يشيلها الجمهور ما يشيلها طيب اقول لك حاجه قاعد اتكلم على السفره اللي بشقه اقول لك مجد المشكله الثالثه اسمها شيل وحط انتوا ما عندكم الا حمالين احنا جايين حمالين نشيلها وشيلها هذه حقيقه لازم تقتنع فيها ما يحملوها والرابعه الرابعه يا ابراهيم عواقد اللعبه عواقد اللعبه عواقد اللعبه عواقد اللعبه اسمع عواقد اللعبه وش سبب تسميه هذا الاسم عواقد اللعبه لماذا لم تكن هي عواقد وقواعد عواقد نعم كيف ترى المشهد حلو صح كذا النحو انا اقول لكم انا اقول قول سؤال يطرح نفسه يعني ليش عواقد من القواعد انا اقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم ايش دراك انت في السؤال بسولف كاميرا ميديم ترى المعلوميه بس الكلمه هذه يا نقيب قالها الشمراني واخذ بوكس في البرومو فتبقى بوكس ايش يعني يا ايش بك انت ترى تمثيل خلنا اقول لكم سالفه عواقد اللعبه او قواعد اللعبه طبعا قبل كل شيء ترى جد شمراني قبل الهواء جاء ضمني طقت رقبتي والله في الم ما اقدر اتحمله والله ايش اسوي بالله زيك جاء طق لي ظهري والله خفت لا لا لحظه يا اخي كان تقدر تقول ذا الكلام برا الهواء ليش قدام الهواء وتقول ما انت قلت لا تحسس الناس انه الرجال هذا كل ما ضم واحد ولا شيء جاته اصابه انت ما قلت والله لو انا منك يا ابو محمد رمضان في البرنامج لا والله انا جيت اكل عيش هذا الموضوع يعني الجمهور عارف علي ديوني حبيبي عواقد اللعبه او قواعد اللعبه هو باختصار احنا كل لعبه في الحياه فيها قواعد نعم صح ولا لا نعم يعني الكيرم قواعد هذه 50 الحمراء مثلا هذه 10 10 هذه قواعد نعم حلو اذا تغيرت القواعد تصير لغه عربيه قواعد عواقد نعقد ام اللعبه اللي انتم تعرفون نظامها تغير كل مره يتغير يا سلام يعني مثلا انت تدخل لعبه هذه نظامها كذا مثلا انه 2 ضد 2 حلو الاسبوع الجاي ممكن يصير 4 ضد 4 عواقد اللعبه ممكن يعقدها. ممكن الخسران يفوز كيف عواقب طيب انت الحين خلصت ها دقيقه سهالات انا ما يدخل انا ماني بالاعداد هو معقدها رساله خلصت الحين يا نقيب متسابق يا علي الهمش الو يا شباب تمام قول يا حبيبي اسم البرنامج عواقد اللعبه اسلم شاء من شاء وابى من ابى الموضوع بيستمر باذن الله عواقد اللعبه وحنعقدها عليه يا ربي يبدا التحدي خلاص عباس عنده حاجه كلامه كثير والله ايش عامل ما تكلمت والله انا يلا طيب انا كله ما تكلمت دور مشاكل انت يا اخي بخلص قبل اول مكان هذا اخذ 3 ايام هذا من احنا قبل ما عباس يلا دور ارفع يدي ولا بعدين اتكلم يلا انا اذان صاغي ارفع يدي لا لا بس انا هو زول ده رافع السقف كده جاي يسوي مشاكل ليش شنو طب الناس احنا ناس مع بعض ونوم نفطر سوا نقوم سوا زعلان ليه عجبك ولا ما عجبك شنو عجبك ولا ما عجبك محمد جمال عجبني هو شاب محمد جمال محمد جمال عجبني الشاهد الان باذن الله نبدا حماسنا وتحدينا وتفاعلنا الحين تمام ايوه من دحين الفرق خلونا ناكل كل فريق الان يا اخي مقرات الفرق جاهزه يا شباب